إذا أنت 25 مسجل، مثلا بالمسجل الأول أحط كذا، بالمسجل الثاني كل أي تو دي داخله، أو كل مثلا دي تو أي أو كل بي أف دي داخله بهاي المسجلات، كل واحد يقول لك شنو اللي تخلي بيه لازم وشنو اللي يعني رينج مالته فيعطينا. هنا بالنسبة للتو ما عادش كاتب لك، اللي عايز تو كاتب رايت كونترول ريجستر مع فد مودول أي تو دي، دي تو أي، بي أف دي إلى آخره. شنو هاي الأم الأولى والأم الثانية؟ كاتب على الأولى نمبر أوف سبيشال موديول، رقم هذا أول ثاني ثالث زين، وراها نمبر أوف كونترول ريجستر بين قوسين خلينا نقول سي آر يسمون كونترول المختصر زين رقم أوف سبيشال موديول ذات ويل بي ريتن. أنت مو عندك أي تو دي، خلي شوي أصغر الكلام مالك، عندي أي تو دي عددهم اثنين، هذا أي دي على رقم 801 وهذا شو اسمه أي دي خلينا نسميه 2 مثلا. هذا الـ AD1 بمسجلات خلينا نقول فرضاً 5 للسهولة، بس أنا لازم أخلي هنا أنا مثلاً معلومة برمج يعني كم بيت أريد يصير الديجيتال كود اللي يطلع عليها شنال رابط، إيش قد الرزوليوشن، إيش قد الجهد، إيش قد الرينج مال إلى آخره، تجي في المعلومات برمج مثلاً كونترول ريجستر أول، هذا اسمه CR1 وهو أشياء تبرمج مثلا تروح للسي آر يسمونه 2 أو السي آر 3. إذا هذه 2 أول رقم يجي يعني مثلا هذا الموديول أنا أتخرب وياه أحط ما يدل على أن هذا الموديول الأول، فيجوز هنا أكتب مثلا فالرقم والنقل مثلا أكتب مثلا كي 1 يعني الموديول الأول، أو يجوز أكتب كي 0 شو يعني كي؟ يعني رقم بالعشرة زين شنو يعني رقم قيمته يعني هذا الاول وهذا الثاني وكو الزيرو هذا اكو الثاني يعني هذا الرقم يدل على تسلسل الموديول. جزء عندي بعد واحد ناقص اسمه اي دي زيرو، واضح اول واحد شو يصير شو يعني زين. الثاني شو يعني؟ يعني يا كنترول ريجستر ضمن الموديول اللي اختاريته مثلا الاول لو الثاني لو الثالث، فهذا يعني كنترول ريجستر ضمن الموديول. الاس هو شنو؟ data to write in control register، شنو المعلومة اللي بتتخزن؟ يعني السبع شنو؟ أريد أودي معلومة للموديول الفلاني، للرجستر الفلاني وهي القيمة إلى الدم. زين. هاي شنو الـ S اللي مكتوبة هنا؟ الـ data to the control، هاي أنا راح أسمي الـ data، بس هو مسميها S لأنها تصوص المعلومة، شو منين راح تجيب المعلومة؟ وين مخزونة؟ شو راح تعطيها؟ فهذه هنا المعلومة اللي راح أخليها، معلومة البرمجة اللي هو مسميها حاليا S. الان كم بايت او ايش قد حجم هاي المعلومه اللي انت بتدزها؟ يقول لك داتا وورد تو رايت ات وان تايم، يعني كم بايت راح تكتب في هاي اللحظه؟ يعني كم يجوز هذه عندي اقول ان الكونترول ريجستر كذا وضل مثلا في 10 بايتات، يعني 10 ريجسترات راح تتخزن بين معلومات كل واحد برمجته حسب الداتا شيت الخاصه بالاي تو دي كونفرتر. هذا انا راح احط العدد مالتين المعلومات اللي راح تتخزن بالتواليف والرجسترات المختلفة هذه، يعني كلمة يعني عاس تو واحدة تبرمج كل رجسترات الـ A to D ايش كونفرتر. زين انا شو احتاج؟ احتاج الداتا شيت حتى اقدر اعرف اذا كان عندي A to D واحد ورابطة شنو عنوانه؟ شوف لاحظ هسه مثال مالتنا اول A to D كونفرتر دروب باي يكون عنوانه صفر ونقطة صفر وواحد اثنين الى اخره. تمام؟ هسه هاي تو هي عاز مالتي. شكت وراها فراغ كي زيرو الموديول زيرو، وراها كي 1 الريجستر الاول، وراها شنو القيمه اللي راح اخزنها يعني معلومه. زين كم بايت راح اكتب؟ هو بايت واحد. البايت الاول بالموديول اي تو دي هو بايت البرمجه، برمجه اي تو دي اربع شانلات والبتات عدد ال 14 وسرعه التحويل هي فيها قد اللي يمكن 10 كيلو السامبل ريت مالته الى اخره. فهذا هسه برمجنا الـ IDs. زين وراها بس انت برمجته هو جاهز، هسه اذا تدخل اشاره عند الاوت يتحول الى ديجيتال وتطلع. زين وين اجيبها من اخذها؟ بعدين اجي احكي على هاي المطلوب الـ M1000 و M1000. هسه 2 هو الـ 2 يعني من الـ PLC للـ IDs برمجته. زين وراها يلا ابو مقرا. زين انا هسه هو سان جو هذا اللي فروم هسه انا برمجته هسه ابدا اقرا من عنده. وراها ايش راح تجي على الاعاز؟ فروم. فروم مكتوب هنا كي زيرو ما اعرف الفروم شنو هي، اضغط عليه دبل كليك اجي على الاستفهام
اجمع شو رجال حلوه بعد ما يحتاج زين هسه فروم مش مطلوب وفروم كونترول ريجستر زين ريد كونترول ريجستر فروم مودول يعني احقق المحتويات مالته واوديها لوين للبي ال سي حتى تحقق الان شنو هي النمبر اوف سبيشال مودول تسلسل الموديول وايضا كونترول ريجستر اللي اريد اقراها من الحطات مال والدي هو شنو اللوكيشن اللي راح اخزن بيه ها يعني الاشياء تقدر من اي تخزن بالدي يعني زين حطيت الميتر ام يعني الميتر مالتي حطيت له قيمه دي ما اختارت اكس ولا واي ولا ام ولا اس ولا سي ولا تي تذكرون هاي الريجسترات الموجوده في الداخل مقسمه حسب وظيفتها يعني محدده اذا في هذه الحاله دي من ديتا يعني اي شيء اجيبه من الاي تو دي ولا اخليه بجزء ديتا من الذاكره مالتي بي ار سي اوكي زين يا دي بي 0 1 2 اخاف اكون رجع محجوز من السبيشال كيس اي اي باي اجي الجدول اللي مره شرحته من كذا لكلام يصير من كلام كذا يصير من كلام كذا 2 بايت من كذا 1 بايت الى اخره دبل وور زين اذا اوكي دي بي 0 اوكي مهم اسمح لي اسمح لي استخدمها زين لوكيشن تو سيف وكم بايت راح اقرا احتمال اني اقرا الاربع شنوات كلهم في ان واحد يجوز اكتب اربعه او يجوز اكتب واحد او يجوز اكتب اثنين كم شنو راح اقرا في ان واحد؟ خلينا نقول شنو واحد احط واحد شنو احط على حسب ما موجود عندي فهنا كانسل شوفوا فروم هنا الكي 0 الموديول 0 كم بايت راح اقرا؟ لا عفوا يا المسجل راح اقرا المسجل اللي تنخزن به المعلومات هو مسجل رقم 6 يعني بعد ما تجي عمليه التحويل زين وين راح ينخزن؟ ينخزن من دي 20 والدي 21 و22 و23 مال اربع شنات في ان واحد لذلك بعد ايش مكتوب كي 4 يعني كم بايت تقرا لي اربعه؟ يا اخي ليش اربعه؟ ما راح اقرا الاربع تحويلات مال اربع شنات في ان واحد زين انا رابط على بس واحد يقرا بس الاول نعم ما له علاقه بالبقيه اذا انت رابط سلسلات اربعه اقرا راح ينقران كليتهم وبكيفك تلعب هاي القيمه بكيفك براحتك بس هذا اللي مو معناته انت لا تقراها تقراها بس اوف جزء بالمستقبل تربطها راح تلقاها جاهزه بس وين عند ال 21 عند ال 22 عند 23 كادريس يعني عنوان مالك يعني الدي 21 22 23 هاي ما شاء الله الثلاث الباقيه وعندي الدي 20 هذه الكثيره الاولى صح واضح فهي اربع كراهات زين هاي شنو الكي 6 يعني دي يقرا لي الاربع كراهات وفتشي اثنين اخرى هذا الستيتس مثلا عندك خلل عندك معلومه اضافيه لازم تقراها يعني مثلا في تعديل معين فهذه على الديتا شيت تلقاها من قلت لك مثلا تقريبا 25 ريجستر شوف كل واحد من عند هذا النيت والقد رقمه يبين لك كل واحد وظيفته شنو واضح؟ ورا اضبطها قبل ما هذه خلينا نشوف هذا اللي عازم انتم شلون اكتبه دبل كليك واكتب هنا انا بس حرف مثلا تي او واقول له استفهام هاي اكتب هسه تبعات حسب ما موجود شوف الرينج مال الام 1 الام 2 الاشياء المتاحه لك الاس شوف الان الاعداد وين ممكن تخليها وايضا هنا توضيح لما يسمى ب 2 اكسبريشن هاي العمليه اصبحت سهله اعتقد يعني ما دام اكو هيلب ممكن تدور على استفهام وبعد هذا ما يحتاج تحفظ الحفظ ترى صعب على اساس تحفظها زين بس هذا البرنامج خلينا نقول كتبناه عباره عن اي عازل يعني عازل برنامج الاي دي واللي عاز استلزم من عنده القيمه بس وين اخزنها؟ بالدي 20 ابدا برمجه نتذكر الخطوات باعوا بس شغله راح ابرمج شلون اشوف بي او سي مربوط بالشاشه مو مربوط بالانجليزي مو باي باس شرحني هسه خلينا نشوف شلون نتصل وشلون نبرمج قبل ما ابلش بالبرمجه طبعا الكوم مانجر مالتي نعرف عن بي اتصال شوف باع دايركت لينك يو اس بي باع اليو اس بي مربوط وين مربوط بالشاشه دايركت لينك هذا ما دام عرفته بعد هو من كيف اروح البي اكس ما عندي مشكله بس خلي في بالك تختار خلال يسموه سي دي سي زين مود يعني اذا عندك اكثر من مود بعد صراحه اقول لك مثلا ار واحد ثاني شوف هسه انا اريد اختار كيبل شوف شو نوع الكيبل ضوء على كيبل يو اس بي هذا هو على اليو اس بي يو اس بي اكو فيرتشوال ويو اس بي اكو دايركت لينك خلي اختار دايركت لينك اقول كان اختار سي دي سي اي اذا هو هذا صحيح اذا لا تختار انت بالخطا يعني خلينا نقول مكتوب يو اس بي وفيرتشوال هذا اذا ما طلع لي سي دي سي يعني اكو خلل يعني مو هذا الخيار صحيح تمام هذا سي دي سي يعني انه شيء يعني كلمه الهاب مال يو اس بي يعني انا اربط جهاز واحد بس يتفرع الى المنظومات المتعدده
السعادة إذا هو الاختيار خاطئ، إذا أنا ما راح أضيف لأن الإضافة مالتي الذاكرة كان صحيحة. إذا أنا نعرف ضمن البوم مانجر أنا أي اتصال أو درايفر راح أستخدم. الآن أجي أشيك الأوبشنز الكوميونيكيشن سيتنج، هل ماخذ هذا الخيار مال سي بي سي والكومبورت موجود معرف؟ أوكي ما عندي مشكلة أتوكل. أجي مرة ثانية على الأوبشنز، أجي على البي أل سي أتأكد إنه هل هو مالتي البي أل سي أس أس 2؟ لا مو أس أس 2، أنا مسوي مثال بس ما بشغل الرجال صراحة، لذلك راح أحدد إنه البي أل سي. تمام؟ شوف أنا مسمي أي بي وكاتب 4 شانل، يعني حتى يذكرني هذا أوكي خليه أسميه هسه أوكي تحدد البي أل سي مالتي. بروجرام سيتنج ما عندي فد شيء آخر، أوكي ماكو مشكلة، أجي على الكوميونيكيشن خو ما عندي شيء. هنا ماكو اي معلومات، بس اشيك البي ال سي مالتي اذا قدرت اقرا من عنده معلومات الان، بس خليني اشوف شغله لو ما في خليني اشغله. زين احنا راح نقول من البي سي للبي ال سي اكو كان عندنا خيار. اي هو نفس نفس لا لا ماكو الا جمال. بس راح بس اريد اقرا معلومات البي ال سي اذا انطرت يعني اكو اتصال انطرت. شنو هالمعلومات؟ خليني اشرح شلون شلون. شوف هنا انه بالران مود يعني هو شغال هسه والذاكره مالته 7920 طبعا اقل من 8001 لانه هو شويه مستهلكين قاعدين برنامج فضائي احنا الجارجين كذا 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 طريقه ارسال استخبار كذا اوكي انلوكن يعني ما حط له باسورد اوكي اذا هذا متصل هسه شو اسوي؟ ابلود للبرنامج من البي سي للبي ال سي طبعا من البي سي للبي ال سي يقول لي الحين مسح البرنامج وطفيه يا ابني مسح وطفيه على وراء بارك الله هسه قال لي تريد ترجع الحالة الطبيعية قبل اوكي رجع هسه هسه تبرمج من وين؟ البي ال سي ما طلع لي رسالة خطأ وطلع لي هذا البروجريس بار انه مش البرنامج هذا بالنسبة لمن اللي عينته دي كونفيرتر بس اكو شغلة المعلومة مالته وين انحطت؟ بالدي بجد 20 انا ايش حطيت رقم؟ صفر دي صفر يمكن فارجع هذه الشغلة احددها انا ليش ادوخ؟ خليني اخلي هذا زين. زين أنا ليش أخلي قيمة؟ المفروض هذا إنه هو راح يقرأها من الشدة. لا بس ما بس أحدد مكان خزن القراءة. مكان مو القراءة. ليس القراءة مالنا. بس أنت أفتح. أي قراءة في القراءة. إحنا عندنا الميتر والإكليم زين. هذا بقول صوت اللي سأسبيه ده بالخطأ. زين. نجعلها ضمن شباب الكونتاكتس اللي موجوده بالبدايه. هاي الكونتاكتس اللي رقمها ام 1002 لاحظوا هذه عندها الام 1002 هذه اول ما تشغل الكمبيوتر عفوا البي ال سي مالتك للمره الاولى اول ما تشغل مالتك البي ال سي للمره الاولى هذا يولد نبضه واحده بداية البرنامج من شاء الله أول مرة وهاي بعد. ما يبقى مش لا يعطي نبضة يسوي شيء وبعد هاي بعد بيأكتف إلى أن طفل بيأس. الأم الثاني هاي الألف الأم ألف الثاني هذا الأم ألف هذه كل ما يصير يعني تمر على البرنامج مرة كاملة يسموها يعني يسموها سكان سايكل كل ما تمر على البرنامج مره كامله يرجع يسوي لك مره قراءه تفهم شلون؟ خلي اعيد المسحه هذه ضروريه جدا هي اربع مسجلات شباب اللي هي الام 0 وام 1 وام 2 وام 3 اي هذني وظيفتهم ثابته هذا اول واحد اللي هو الام 1000 هذا كل ما تمرون ببدايه البرنامج يعطينا طلس شلون تصير المنظمه البرنامج مثلا انت كاتب برنامج لادا تمام هو لازم له ما كل برنامج لادا بروجرام عباره عن يعني يخلص يرجع يخلص يرجع كل ما تمرون ببدايه البرنامج الام الف تطير يعني لو انت فرانيت 4000 نبضه من الام 1000 جايه يعني 4000 مره صار سايكلينج بالبرنامج مالتي هذه كل يسموها سكان سايكل كل سكان سايكل يعطيني نبضه يعني معناته كل ما يمر ببدايه البرنامج يعطيني نبضه
معناته كل ما اجيب لك برنامج ابرمج من اي تو دي لو اقرا قراءه من اي تو دي. شلون؟ القراءه يا اخي عافيه، يعني معناته اسال كل ما اعيد البرنامج ابرمج الاي تو دي لو اقرا من عنده مره يقرا. المفروض ان ابرمجه مره واحده. شو واحد شغل تلفزيون هاي شغل بعد نضرب القنوات هاي تقويم، بس مو كل ما اضرب القناه اطفي واشغل، لا. اذا معناته هاي فتشي برنامج مره واحده يصير، اول مره واحده انحط رقم 1002، هذا هم تجيك نظمه واحده بس. بس شنو هاي مره واحده بدايه تشغيل بي ال سي وبعد ما تجي وراها، او اول ما تحمل البرنامج للبي ال سي زين تجي هاي النظمه مر على التعريف مال اي تو دي، عرفه وطلع معلومه صحيحه للكنترول ريجستر مال الاي تو دي وخلاص برمجه وخلاص معه. هاي مره واحده تكتب بها واحد. هاي من 1002 تكتب رقم واحد مره واحده، هذه سميها اسكان سايكل سي اس اس سي زين. الالف واحد هذه مو مو الالف واحد، خليها هذه الالف واثنين والالف وثلاثه. وحدة من عندهم تشتغل يسموها نورمالي، يعني هذه تجيني، يعني هاي دائما تكون شنو الالف واثنين دائما هي اكتف لو، تصير هاي مره وحده كل ما مر على البرنامج هاي الالف واثنين. الالف وثلاثه بالعكس تكون هي هاي بس تصير لو بلحظه كل ما مر بالبرنامج، يعني هذه يسموها نورمالي اوبن، تصير كونتاكت تصير كلوز بس من بدايه البرنامج. هاي بالعكس تكون دائما نورمال كلوز دائما كونتاكت بس من امور بدايه البرنامج تصير اوبن. دكتور هاني عكس خلناها ثالث وحده يا اخي ثالث وحده بال هاي نبضه وحده شنو مره وحده من البرنامج هذا دائما عليها رقم واحد بس ايش صار زين مره وحده بس هنا برمجها مره وحده ولا تكتبه ها اف 2 اوف 4 اه اي على قصدك اي بالضبط هي اف 2 هي نورمال نفسها هي نفسها بس انت لا تخلي الرمز لا يعني لا هاي مو اف 2 لا هاي اف 1 اف 1 يعني شنو اف 1 يعني نورمال اوبن بس من تنطيها ام رقم الف او ام رقم الف واثنين خصوصيه عملها من الرقم تجي مو من شكلها كلها نورمال اوبن كلها نورمال اوبن بس رقمها يدل على هسه تقول يسار تقول هي نورمال كلوز وبعدين اوبن لا هي رقمها يعطي الفانكشن مالتها يعني مو اجيبها كلوز واكتب رقمها هي اللي تصير يعني بهذا الشكل لا هذا اللي سبيشال هذا اللي كليتها نورمالي اوبن تجيبها بس من تحط لها الرقم مالتها تشتغل الوظيفه مالتها وانا اعتقد حاط لكم اياها مره بجدول على شكل سيجنالز انا مسويها هذه ما شاء الله كلش مهمه انا متاكد مسويها ما مادة التأسيس أي هذا اللي صراحة هي تشبه الإكس زيرو والإكس وان الكونتاكت اللي كنا نجيبه بالضبط نفسها لا هي نورمال أوبن نفسها بس من تطلها الرقم الرقم مالتها إلى وظيفة معينة ثابتة ولا خصوصية بس أبراويكم السلايد عن الهارد مع الغلطة لازم من أطلع الهارد زين بس كمل أو أدزلكم إياها إذا ما طلعتها بسرعة أدزلكم إياها على مجموعة هذه جدول به هاي كم المسجل اللي خالدكم أنا عليها الوظائف مالي هذا اللي ثابتة هذا السبيشال كونتاكتس وظيفتهم يشتغل في بداية البرنامج تسوي في الأعمال معينة غالبا تسوي السيتنج مالت بعض الموديولز احنا نجي على شوف هاي الام هاي شكلكم يا ابو كمان بقى مكتوب مونيتور نورمالي اوبن كونتاكت نورمالي اوبن بس شنو هذا وظيفته زين اللي قلنا عليه هسه انه هذا جينا باس بدايه كل يعني مرور ببدايه البرنامج اللخة مونيتور نورمالي كلوزد كونتاكت هاي من الاولى نورمالي اوبن تصير وحده كلوز بالبدايه وبعد هاي الوان عكسها نورمالي كلوز تصير اوبن مره واحده وراها تبقى كلوز
هذه عكسها. الألف واثنين enable similar muscle at the moment when run is active normally off. يعني هذا أول ما تشغل اللي برا واحدة. وين الألف واثنين بالبرنامج مالتنا؟ هذه هي مرة واحدة قلنا عليها. مرة واحدة من نسوي ران. واضح؟ من الصورة هذه. أوكي هاي عند ران. أكتب مرة واحدة. هي طبعاً normally off. normally open يعني off. زين تصير close لحظة تشغيل برنامج مرة ثانية. اللوخة 1003 enable single negative pulse. شوف من هاي إلى لو تنزل بالعكس. negative هاي 1003 زين negative pulse هذا مو متوين دران. أوكي عكسها. زين هذني ما وعد الأربعة الأولى من الصفر إلى الثلاثة وراها كل واحدة لها وظيفة. وهذني يعني ضروري واحد يعرف. أنتم مو تشوفون أمثلة كثيرة يعني مثلاً درس موضوع الدلتا. شوف من يستخدم هذا بتاع على هذا الجدول. شوف شنو ليش استخدمه. مثلاً في الأمس 1002 و 1001 بينك ليش استخدمناه. هاي 1002 لأنه كل ما أريد يعني أطبل البرنامج للمرة الأولى أبرمجه للأجل. والألف والألف كل ما أسوي ريسايكل يعني كل ما يكمل البرنامج دورة واحدة كل ما أجي مرة أقرأ. يعني معناته السامبل ريت مالت الأجل هو إيش قد محكوم بزمن طول البرنامج. طبعا الدورة الوقت ما تزيد عن 35 مايكرو سكند تقريبا. إذا كان عندك إعازة وإعازين يعني سكند مايكرو سكند بس يوصل ماكسيموم 200 مايكرو سكند. يعني برنامج مالتك لازم أقل من 200 مايكرو سكند يعني الفترة الزمنية حتى لو كان أطول ما هي. هذا بالنسبة إذا زاد الفترة الزمنية ما كل برنامج عن 200 مايكرو يشتغل عندك كامل يسمون الواتش دوك تايمر معناته خلال البرنامج يطلع لك الإرور الضوء الأحمر هذا يشتغل على البيانسي. يعني إذا البرنامج ما تفضل له يعني جزء في الشيء خلل وكفي البرنامج فتطلع لك رسالة إرور إذا زاد الزمن عن 200 مايكرو سكند. هاي خصائص هذا للبيانسي تختلف من واحد لواحد. زين هسه اشرحكم البرنامج. انا هسه بس افتح البرنامج محمله وشغله وافتح ابواب الاسئله. هنا هذا الرقم اللي يسوي هذا افتح برنامج الدوم ارجع مره ثانيه غلطه. افتح لكم اللي انا مسويه حتى راسا اشوف الرقم ايش قد اللي خاله باع الرقم انا ايش قد ايش قد باع دي 20. زين انا منين جبته؟ هذا مو عندك البوينت هذا جبناه. زين خلينا بالوسط من جبته باع السكر مالته اخذته انا عندي من البيت 8190 خالد كم اي رقم مو اكثر من 8000. زين هو بالبدايه طلع 4000 لا العفو بالبدايه طلع عندي يمكن كنت حاب 100000 اني بعدين قللت الى ما وصلت لهذا الرقم مش السكر مالتي. شلون انا ابرمجه؟ دبل كليك عليه اجي على الريد. يعني هذا الميتر منين يقرا قراءته الفعليه؟ اجي انقر هنا اجي اختار الريجستر شنو نوعيته دي واجي اختار رقم 20 واضغط انتر. نفس العمليه سويناها بس انا شفت وين حطيت المعلومات من خزانه من الاي دي شفت ال 20 جهه هنا تاكدت انه حطيتها بال 20. اوكي زين هسه هذا احنا برمجناه. اعيد مره ثانيه اكد ابرمجه واخلص من عنده. اوكي هذا ابرمجه وعلى الدبليو بي ال سوفت هم من هذا البرمجه اتوقع اني برمجته بس هم نرجع مره ثانيه برمجه. زين برمجه وبعده بعدين راح ابرمج الكي ما يصير العمليه كيف مال البرمجه تصير في مكان واحد هذا الكيبل اللي ينزل معلومات. انا صراحه ما مجربه لانه مرات اتذكر انه صار عندي انه كونفليكت يعني ما يصير يشتغل. شنو؟ اقول ليش اتبرمج بس ما اشتغل يعني؟ اي هو هسه لانه هذا مبرمج اهم مبرمج صار اقل بس مبرمج هسه باوعه شاهد باوعه باوعه بس عيدي باوعه هسه بعد تقلل الشيء مثل الله باوعه هسه راح ارفع عيدي باوعه بالتدريج باوعه لو بالتدريج هسه بان عليك فلاش على يسار ازيد طبعا شغل فلاش جرب هذا بالنسبه يعني يصير في اي سنسر يعطيك تغير بالجهد تعرف شلون يزيد فل هذا الفل انسان يقدر اتحكم بالرينج اعلى رقم اوصله او بالمقاومات المرتبطه بالقوانين. لو ما شو يسوون يحطوا مقاومه بس من هاي تغير بالدرجه يسوى التريمر. تريمر يسموه تريمنج. التريمر او التريمنج العمليه تريمنج زين انه اضبط بها لو ما تشوف من التعجز تشوف مكان مالتر مفيس على المقاومه. هاي يسموها بادي هود يسموها ادجستمنت يسموها تريمنج يسموها. يعني
يعني حسب برنامج ما كان بس هاي 2 4 بس 2 انه شنو ابرمج كم شانل يا كونترول ريجستر خلي معلومات زين هاي المعلومات منين اجيبها؟ لازم اطلع لك الصفحه الاولى مال داتا شيت مالت الاي تو دي موجوده عندي ادز لكم اياها بس هاي هذا الاذنيه هاي دائما يعني نستخدمها لما نبرمج الاي تو دي شو استفاد يعني؟ مره واحده هذا اللي عازه بالفعل هذا اللي عاز في كل مره اعيد البرنامج لازم اقرا يعني هاي عمليه قراءه من الاي تو دي اوتوماتيكيه تصير زين انت يعني كلش قد تقريب يعني معناته لازم تسوي ايش فد تايمر او فد لوب لا هو البرنامج هو اصلا لوب استفاد من هاي اللوب فهاي اللوب شلون انا اعرف البرنامج؟ اي داخل البرنامج هو البرنامج هو ريسايكل لوب زين انت ممكن البرنامج مالك مثلا واقف هو عباره عن اعاز بس كلمه تقدر تسوي شيء يعني انت باللي اعازه داخل البرنامج اللي اقدر انا اسوي هذا الشيء اللي ببالك انه لوب يعني الا اعاده البرنامج هو اصلا هو لوب واللوب مالته صغيره ترى مو يعني بدك تنزل على 200 مايكرو سكند فاذا سلمت اذا هذا اللي عازاني كل ما البرنامج يكمل ويصير ريسايكل ينقرا على القراءه. الشغله الثانيه هذا عمليه برمجه دائما احنا اول ما يشتغل الكمبيوتر مثلا يستنهض يشيك الذاكره يشيك الهارد يحمل نظام التشغيل من الهارد يخلي بالذاكره يطلع لنا سطح المكتب هاي عمليه تشغيل مال الكمبيوتر مره واحده تصير. هاي نفسها عمليه الاستنهاض هاي عمليه التو من ابرمج الاي تو دي ابرمج الدي تو اي المربوط ابرمج الفاريبل فريكونسي درايف يعني اكو محرك كهربائي واكو جهاز يشغله هذا هم من الاعدادات هم من كنترول ريجستر هم لازم عليها ادز له تو يعني تو يعني ارسل له معلومات برمجته حتى يشتغل بالطريقه الفلانيه لان هو بري بايل اون بروجرامينج يعني خلينا نقول اسبكتس يعني عندك مباشره من البرمجين يعني شنو الديفولت او شنو الانيشال كونديشن اللي تخليها للجهاز هي هذه اللي راح اخليها في الكنترول ريجستر اول مره تنزل، تنزل فيها مره بعد خلاص. يعني هسه البرنامج راح يمر بهاي الخطوه لو بس مره واحده. مره واحده يمر بالتو برمجه. خلاص بعدين كل مره يقرا 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 يقرا. نفس هاي يعني هاي تو مره واحده لانه هم 1002 وهاي كل مره يعيد البرنامج نفسه ريسايكل مالته يسموها السكان سايكل فراح يقرا في كل مره قراءه جديده وهكذا. يعني هاي كل مرة يوصل الكونتاكت يقرأ قراءة بعدين يفتح بعدين يرجع يعيد يعني يوصل هاي الكونتاكت هي موصلة يعني بالنسبة لهذا هي موصولة بس مو مجرد انه يجي بالبداية في البرنامج هو قرأ قرأ يعني مو هي مفتوحة بدون توصل يعني خلي انت تخيليها هيك اوكي بس هي يعني هذا الرمز هو معناته شنو؟ كل بداية برنامج تجي لفظة تقرأ قراءة واحدة زين هذا بالنسبة للأول هذا اللي هو 1002 زين مرة واحدة يقرأها اجى بدايه البرنامج ما عليه خلاص هاي هذا لا هذا كل مره بدايه البرنامج يقول اوكي تجي باص وهي من النوع الرايزنج ايج طبعا هذه هاي كلها رايزنج ايج هذه نوع فعلا ايج يعني يشتغل على الليفل من غير من نقطه لنقطه الترانزيشن او في باص مو يشتغل على انه قيمه ايش قد تفضل زين هذا بالنسبه لاي الشاشه وال الهاردوير هذا الان مثلا ثاني البرنامج ما شنو اللي سواه؟ يعني بس مجرد ياخذ هي الدنيا يعني هاي يصير مش بوتونز الانبوتس اللي دارتها المرفوضه اللي احنا ما غيرنا به شيء يعني عندي اريد فد اكشن معين اشوف شلون تتفاعل هسه انا بحاضر لكم اكزامبل نفس ما ترك لايت حتى بس مجرد نضيف خلينا نقول خاصيه الاتش ام اي يعني ك يعني خلينا نقول يونت اضافيه ونضيف مثلا موضوع الاي تو دي انه شلون مثلا اذا نقدر نستفيد من هذا هذا واحد من هاي البرامج الفنية هذا كل شيء عندكم شيء فيما يخص برنامج الـ A2D هسه لو ما عندنا شيء بس هاي اللي عايزين تنكتب ما غيرها تمام؟ زين هاي أول شغلة دكتور بس سؤال يعني هسه مثلا لما راح نستخدم A2D ونستخدم الشاشة وهم راح يعني شلون هسه لما بالبرنامج مال الترافيك لايت البرنامج كان مال البي ال سي يعني تحت الهاي البي ال سي بي ال سي يجي برنامجه يعني والشاشه شاشه تروح برنامجها ما لها علاقه كل واحد يتبرمج بوحده بس اكو انتر اكشن بين هذول الاثنين عن طريق الفاريبلز الاكس والواي والدي والام والتي والسي وال يعني هاي والاس هذول المسجلات اللي هي وين مخزونه؟ موجوده بالذاكره مال البي ار سي واللي هو منين ياخذ من عندها قراءته الشاشه تاخذ قراءته من هناك وتتفاعل وياها انتراكتف وياها تمام؟ هسه بالنسبه للشاشه والبرنامج اللي شغله اخذنا مثال
هسه خلينا ننتقل الى مثال شويه اكثر خلينا نقول تفاعل يعني بي انتراكشن اكثر ويا اليوزر. حضرت مثال من شويه ثاني قوي زين. هسه مثال ثاني اسوي غير اعدادات للشاشه. طبعا هذا مثال ايضا بقى اشوف من بحمل في التطبيق شوف اكو برنامج مال الشاشه واكو برنامج مال البي ال سي، كل واحد مستقل على الاخر، بس من تكتب والقيمه اللي تحطها هنا واللي هي في التفاعل اللي لازم تتذكرها شلون البي 20 يعني لازم اكو فد رابط بينها. الرابط بين المتغيرات. طبعا الرابط انه انت من تستخدم متغير بالشاشه هذا راح يروح يقرا من الذاكره، وانت من عندك بي ال سي ولازم تفد معلومه بالذاكره هذه، فانت تعرف هاي مصيره وين راح تروح؟ لا جمال، فلازم تضعها بالمكان اللي يعرفه اللي انت مبرمجه وبالشكل اللي هو يتقبله، تمام؟ هسه هذا انا شو بدي اسوي؟ مسوي فد تايمر، يعني شنو تايمر؟ هذا خلي ابني وياكم بي من الصفر، خلي اقول له انشئ برنامج جديد حتى اشوف شلون داعش مالي، انا هنا اختار الشاشه في بس خليني اوريكم اياها. هاي باعوا بي او 7E 411 عندنا هذا الفيرجن مالت الشاشه وهذا من السيريال نمبر مالتها ناخذ على النكست نجي على الكوميونيكيشن. انا بي ال سي متوصل على الكوم 1